خليني بس اقرا لك شويه تغريدات موجوده والله شغاله. الحديث عن تتويج المنتخب السوري بكاس اسيا في ظل ما تعيشه الشقيقه السورية اعتقد كان تعجيزي واضر بالمنتخب. انت رشحت المنتخب. انا رشحت المنتخب اسوه للعراق لانه نحن نملك لاعبين من افضل لاعبين باسيا يعني. لا لا ابدا طيب. انا عندي عمر خرابين وعمر سومه وعندي محمود المواس وابراهيم عالمي وعندي احمد الصالح وعندي عمر ميداني وعندي هاللاعبين يوسف قلفه، هدول اللاعبين ما بجيب فيهم كأس. واضح متحالف مع احمد الصالح انت. ممكن سؤال الخطيب، هل يفكر بانتقال للدوري السعودي؟ حاليا انا ما عندي مشكله بالانتقال لاي نادي، لكن بده يكون شيء مناسب بالنسبه لي لانه انا ما بترك الكويت بالسهل يعني. طيب من هو ما هو النادي الذي يتمنى اللعب له في الدوري السعودي فراس خطيب؟ هلا سابقا وانا صغير كنت اتمنى انه العب بالهلال. هلا وانت كبير مع مين؟ هلا ما عندي مشكله مع لا بدي هلا ما انت ما انك صغير هلا، قلت لي سابقا وانا صغير، انا عم بحكيك هلا اليوم عمرك 35 سنه. هلا يعني اذا قلت لك مثلا بتمنى العب مع النصر لنفرض ايه؟ بدي اقول للنصر تعال العب معنا. انت تتمنى تلعب مع مين؟ بتمنى العب مع اي فريق فيه لاعب سوري. تلعب مع مين؟ لاعب سوري يلعب بالاهلي. طيب عم بقول لك يا ريت تتصل بسومه وتخليه يحكي مع فراس على الهواء مباشره وتنهي الخلاف، هذا الحكي ايدي مو لك. طيب هلا بنشوف فراس.